كان حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في مقدمة مستقبلي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لدى عودة سموه إلى أرض الوطن هذا اليوم، وذلك بعد تحقيقه المركز الأول وفوزه بلقب بطولة العالم للرجل الحديدي التي أقيمت في مدينة كونا بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنافس فيها أكثر من 3000 مشارك من مختلف دول العالم، وذلك في إنجاز تاريخي عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات سموه في العديد من البطولات والمنافسات الرياضية العالمية. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، وسمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة. بعد ذلك توجه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام الملكي البحريني. ثم توجه جلالة الملك المفدى وسمو الشيخ ناصر بن حمد إلى قاعة التشريفات الكبرى بمطار البحرين الدولي، حيث تشرف كبار المسؤولين في المجال الرياضي ورؤساء الاتحاد والرياضات والرياضيين من أصحاب الإنجازات بتقديم التهنئة إلى جلالة الملك المفدى وسمو الشيخ ناصر بن حمد على هذا الإنجاز الرياضي الكبير كبطل للعالم. وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه عن تهانيه الخالصة لسمو الشيخ ناصر بن حمد وبلغ اعتزازه وفخره بتحقيق سموه هذا الإنجاز التاريخي المشرف لوطنه، والذي جاء تتويجا للجهد الكبير والتدريبات المتواصلة والأداء المتقن من قبل سموه. وقال جلالته أن سمو الشيخ ناصر بطل سجل اسمه في القلوب وفي سجل الشرف باجتهاده وجهده، فهنيئا لنا به ابنا بارا بكل الولاء لوطنه البحرين، فقد رفع سمو شعار عام الذهب ووعد فأوفى بوعده، مقدرا جلالته روح الإصرار والتحدي التي يتميز بها جميع أبناء مملكة البحرين الذين أثبتوا قدرتهم على المنافسة والتفوق واعتلاء منصات التتويج بكل جدارة، مؤكدا رعاه الله حرصه المستمر على تقديم كل الرعاية والدعم والتشجيع ليواصل الشباب البحريني عطائه ومسيرته الرياضية بنجاح. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يشكل لسموه القدوة والملهم في تحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة وخاصة الرياضية منها. وقال سموه: أشعر بالفخر والاعتزاز بتشريف حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة
الخليفة حفظه الله ورعاه حفل استقبالي بعد تحقيقه للمركز الأول في بطولة العالم. إنه لشرف كبير أن يتواجد جلالته في هذا الحفل، ولا يمكنني أن أصف فرحتي بهذا الاستقبال، وجميع الكلمات تعجز عن شكر جلالته الذي اعتبره القدوة والمثل الأعلى في حياتي باعتباره جلالته الملهم لجميع الطالبين والمتطلعين إلى تحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عندما شاهدت جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في حفل الاستقبال، أيقنت تماما أن جلالته حريص كل الحرص على دعم الطاقات الشبابية البحرينية والوقوف إلى جانبها من أجل المضي قدما في سبيل تحقيق الإنجازات الرائعة والمثالية التي تسلط الضوء على مملكة البحرين وتعطي للعالم فكرة نيرة عن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله لمملكتنا وما وصلت إليه من تقدم حضاري متميز في مختلف المجالات بما فيها الرياضية، والتي باتت المملكة برغم صغرها الجغرافي تتنافس مع كبار الدول وتتفوق عليهم في حصد الإنجازات. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: لقد كان جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه متابعا مباشرا لي طوال مسيرتي في بطولات الترايثلون، وكان جلالته يشجعني دائما من أجل المواصلة والمثابرة لصناعة مجدا جديدا في هذه الرياضة، وقد عهدت جلالته بأن أكون رقما صعبا في بطولات الرجل الحديدي وتحقيق إنجاز تاريخي متميز في بطولة العالم، وقد أوفيت بالوعد الذي قطعته على نفسي وحققت هذا المركز الذي أدين بالفضل له من بعد الله سبحانه وتعالى إلى جلالة الملك الذي كنت أتذكر في كل مسابقات الترايثلون كلماته المحفزة والمشجعة لي، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في تحقيق هذه النتائج المتميزة. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: أنا أشعر بالفخر والاعتزاز بوقوف شعب البحرين إلى جانبي في مسيرتي ببطولات الترايثلون، وكنت دائما أتطلع إلى رد الجميل لأهل الجميل، فكانت بطولة العالم للترايثلون أفضل هدية أقدمها إلى شعب البحرين عرفانا وتقديرا على دوره البارز وتشجيعي في جميع المسابقات، وخاصة في بطولة العالم للرجل الحديدي، والتي كانت بمثابة التحدي وإثبات الوجود والبذل في سبيل تخطي التحديات لتأكيد مكانة رياضة الترايثلون البحرينية. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن شكره وتقديره إلى جميع من هنأه بهذه المناسبة والإنجاز العالمي الكبير. وقال سموه: أشكر جميع من قدم لي التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيقي لبطولة العالم للرجل الحديدي، وأنا أثمن عاليا المشاعر الطيبة التي أظهرها جميع أبناء الشعب البحريني، وأنا أعاهدهم بالمزيد من الانتصارات في المستقبل.